مجد المعوش، المنطقة يلي هي بمحافظة جبل لبنان قضاء الشوف، مكان عاش فيه البطريرك المكرم قسطفين دويهي عدد من سنوات عمره، خلفه الكنيسة اللي هي على اسم مارجريس وبناها بالعام 1684. كلنا منعرف انه البطريرك دويهي كان بوادي أنوبين، وسبب الضغط والاضطهاد وخاصة بالزمن الإسباني ترك وادي أنوبين واجع كسروان عمار شليطة مقبس. ويوم اللي تضايق كذلك بكسروان ترك كسروان سنة 1682 واجع على مجد المعوش، بلش بعمار أول شيء كنيسة مارجريس، وكذلك عمل بيت له وعمل كرسي هون لخلال 3 سنين، لأنه كان سبقه البطرك يوحنا مخلوف سنة 1608. والفكرة من مجيئه إلى مجد المعوش هي التعايش اللبناني الدرزي والتعايش مع بقية اللبنانيين من بقية الطوائف، وهذا البيت كان بعده موجود لزمن الحرب والتهجير تهدم، ولكن متأمل يرجع يتعمر قريباً ويكون في مزار للبطرك دويهي. بهالحي رايب للبطرك دويهي اجوا معه علامة للتعايش والتمازج اللبناني ولبناء لبنان المستقبل. هاي نظرة كتير قوية عند البطاركي، انه البطياركية كانت بنفتحة على الجميع، وبنيوا على تلة مجد المعوش كنيستين، البطيارك مخلوف كنيسة السيدة وكرسية، وكذلك البطيارك قسطفين دويهي سنة 1682 للـ85. تبارك الله في قديسيه، وإن شاء الله دايماً هالخطة البطريركية اللي بتشمل الكل في لبنان وكل العائلات دل منفتحة على الكل، والطباوي الجديد يبارك الأرض ويبارك الشعب ويبارك كل شعب لبنان.